صعبة احنا سكارة في صبابة ومسكسيتو علينا توما مابا هكذا دلالي. نعرف رايك يعني المشكل. انت اشتغلت مع المشكل حكيم المشكل تاعكم مشكل تاع الجزائر انه دائما نروحوا لمواقع التواصل الاجتماعي دائما نجبدوا القديم. انا نفتح قوس تحدثت على رونار كان عندي خلافات معه في اتحاد العاصمه وهضرت على واش كان يقدم في اتحاد العاصمه. رونار ماشي هو مدرب، انا خدمت مع مدرب يعني. كثير يقول بلي مدرب بدليل راح شوف رضوان اللي اونطرا كوت ديفوار تعطيها لي انا ندي فيها اربعه لي كوب دافريك بيا يا توري واش تقول لي رضوان دوك نولوا كلام تاع الشارع. لا دوك رونار انا خدمت معاه مده سيموا واش يدير رونار؟ رونار يماركي بيت يغلق يولي اللور يولي دا غير يدافع. صح كاش مانيير دو جوي ما كاش مي بصح انا الناس باش تفهم انا جو انا مانيش سوي با بيت بور جيجي اون بيرسون على حاجه وحده. انا خدمت معاه في اتحاد العاصمه جيجي تهضر عليه على اتحاد العاصمه. الان رونار نجح مع زومبيا نجح مع الكوت ديفوار راح عمل تجربات سوشيو ليل لم ينجح ثم ذهب الى المغرب صنع فريق هو في اتحاد العاصمه كان يقول لنا انا مانيش حايب نعمل في الانديه انا مدرب تاع منتخبات هو ما يقدرش يعمل على الدوام. تما بالك جا الاتحاد في راسه باش يحكم المنتخب الجزائري. انا نتكلم معايا شخصيا تما كان راسه قال لي انا ما نقدرش نعمل مع بانتظام. مع فريق طول سنه انا مدرب تاع دي تورنوا تاع 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 دي زوبجيكتيف بريسي لا علينا هذا بين قوسين. الان الناس ماذا تقول؟ انا اليوم نتكلم على واش صرا في الميدان كيف هذا المدرب تعامل مع المباراه هذا هو الشيء اللي لازمنا. مدرب دخل بتكتيك لعب 4 4 2 الخطوط متوازنه البلوك يعني ما فاتش 25 متر لعب بدفاع متقدم حط المنتخب يعني كل مهاجمين في الاوف سايد. هذا الشيء اللي نقدر نتكلموا عليه اليوم كيف تعامل رونار كي كان خاسر وكيف تعامل بعد ما كان متفوق. هذا هو الصح. غير الخطه لعب عاود رجع بخمسه للدفاع دخل اللاعبين باش يدرب يحكي لا ذكي واكتسب خبره مع عده الان راه في المونديال الثاني تاعو مع المغرب اكتسب خبره واليوم هو يحط في الخبره تاعو. ولكن نعاود نقول واش نولي بصفه اخرى واش قال مؤمن حكيم لما تكون عندك الخامه تقدر تعمل بها حكيم. هذا المنتخب السعودي 9 لاعبين يلعبوا في الهلال صح ولكن كيفاش وظفهم كيفاش حفزهم عطالهم تكتيك للامثل لان هاد اللاعبين لعبوا من قبل مع مدربين اخرين وما شفناهمش في هذا المستوى. جا رونار طلعهم لاعلى مستوى تكتيكيا بدنيا كذلك. اليوم ما شفناش منتخب سعودي لاعبين طايحين بلي كرومب ما شفناش يعانيوا بدنيا. لماذا؟ لان المنتخب السعودي كانت عنده الفرصه باش يدخل في معسكر طويل ويعمل بدنيا ويعمل تكتيكيا. هاد الفرق المنتخبات الاخرى ما كانش عندهم هذا الشيء. نزيد لك اضافه شيء اخر تكلم عليه لاعب سعودي بعد اللقاء قال لك احنا لعبنا امام جمهورنا اليوم 88 الف متفرج جمهور سعودي الدفعه هذيك تحس بانك تلعب في عامل الارض هذا مهم. وقلنا البارح في هذا المونديال العربي الفرق العربيه راح تنال تونس راح تنال الدعم القطريين والمغاربه والسعوديين هذه قوه حكي